الأهلي في المباراة. لسه بنكمل احتفالنا بالنادي الأهلي وانتصار كبير وتحدي عظيم للنادي الأهلي والفوز للمرة الثامنة ببطولة أفريقيا ووضع النجمة الثامنة ومصر عليها النجمة الثامنة على صدر كل أهلاوي. مبروك للنادي الأهلي جماهير وأعضاء ومجلس إدارة وإدارة ولاعبين وجهاز فني، كل من ينتمي للنادي الأهلي وكل من ينتمي لمصر. اتكلمنا عن الأهداف من الفوز بالبطولة، أهداف معنوية، أهداف إعلامية، حتى الأهداف المادية، في أهداف مادية لأن في جوائز مالية من الكاف، وإن شاء الله لما الأهلي يروح المغرب في جوائز مالية من الفيفا. هناك كمان مكسب أمني لمصر وصورة رائعة للعالم كله، لأن العالم كله كان بيشاهد من هو بطل أفريقيا القادم، هو النادي الأهلي، وبالتالي الصورة مكتملة أمام العالم كله، سواء حضارية في التنظيم، سواء إعلامية في الشكل الحضاري لمصر. الجانب الأمني والتنظيمي بيدي صورة مطمئنة للعالم كله من الناحية السياحية ومن الناحية الإعلامية ومن الناحية الاقتصادية وحتى من الناحية السياسية. كل شيء في صالح مصر بفوز النادي الأهلي. كل التهنئة للنادي الأهلي. هنشوف تهنئة خاصة بأغنية عن النادي الأهلي. لعبة بتجمعنا، دي كبيرة وليها معنى، بنشوف فيها انتماء ولأصولنا بترجعنا، بنشوف فيها بلدنا، بنشوف فيها أحلامنا، بنشوف فيها طريقة العالم يسمعنا. فوز تاريخي للنادي الأهلي 2-0 على أورلاندو بعد مباراة الذهاب 1-1. الأهلي يحقق الفوز في ملعب المقاولين العرب 2-0 ويحتفظ بلقب إفريقيا. هدفين لأبو تريكة وعبد الظاهر. دكتور طه، الهدفين فيهم جملة وفيهم حظ، اشرح لنا الجول الأول وكثروا هشرح لنا الجول الثاني. طب قبل بس ما أقول دي هقول كلمة صغيرة بس. طب في فترة النادي الأهلي حقق فيها معادلة صعبة جدا، الفترة دي بين الدقيقة 55 نسجل فيها الهدف إلى أن سجل الهدف الثاني. هنا في معادلة صعبة أنك أنت عايز تحافظ على الفرق دوت، الهدف ما جيش في الجول، وعايز تجيب جول، تهاجم ولا تدافع ولا توازن. كانت أصعب فترة لأن كان ممكن فريق أورلاندو يسجل هدف 1-1، هتقعد في حزب بيس بقى. طيب حضرتك اتكلمت على تغيير مهم جدا وتغيير ايجابي. شديد قناوي نزل مكان وليد سليمان. نسمع شديد قناوي هيقول لنا ايه ونهنيه ونبارك له ونقول له الف مبروك يا احمد، وتحيه ليك ولكل زملائك والجهاز الفني، مبروك الحفاظ على لقب افريقيا. ربنا يخليك يا كابتن حضرتك، وفرحه بكابتن طه وكابتن فاروق. اشرح لنا بقى نزولك والاخر تعليمات كابتن يوسف سريعا وانت نازل، كان بيقول لك ايه في الحته قصاد سيد معوض؟
لا هو طبعا كابتن يوسف قال لي لما سيد يطلع انت تروح، ولما تروح انا عايزك تروح واحد على واحد، يمكن الهدف الثاني هو زي ما هو كان عايز. هو قال لي روح واحد على واحد واعمل الفرص، عايز زي ما انت بتعمله عادي. هيبقى في خطوره ان هم بيقفوا في الحته اللي ورا بيقفوا غلط، يعني هم بيقفوا ورا في الاثنين السكوبر بتوعهم بيقفوا غلط في الامارات. الحمد لله ربنا كرمه، يمكن كان بيتكلم في الهجمه المرتده ان انا اجري بسرعتي ان انا اكمل في الهجمه، يمكن الحمد لله ربنا كرمه والواحد قدر ان هو يأتي الدور اللي كابتن يوسف طلبه. طبعا انا ببارك لجمهور النادي الاهلي طبعا النهارده، الناس دي تعاقلت معانا والناس دي تعبت، ويمكن كابتن كده الجيل ده مش تعب، الجيل ده يعني اتهان في اماكن كتيره، وحضرتك كنت معانا وحضرت الجيل ده تعب في الكونغ وفي البار، لعب في اماكن صعبه جدا. طبعا انا بشكر ربنا وبشكر الجمهور اللي جه ورانا النهارده، بشكر الناس اللي ساندتنا، بشكر الجهاز الفني، الناس اللي تعبت معانا شديد. عايزك تنقل للناس حاجه مهمه قوي يا شديد. كابتن فاروق وبقدره وبحترمه كمدير فني من زمان، هو يعرف الكلام ده. لكن كابتن فاروق امبارح على مواقع النت كلها كاتبه ان احمد شيل ما ينفعش يلعب. انا الحمد لله كابتن زكريا، انا قسم بطوله النهارده الحمد لله، لعبت بتاع اربع نهائيات افريقيا، شاركت في الاربعه هنا رايح جاي الحمد لله، عملت تاريخ لنفسي كويس، وانا لعيب صغير لسه، انا لعيب صغير. انت بتتكلم على ماتش غانا يا شديد، بتتكلم على ماتش غانا مش على ماتش النهارده. اهم من ان انا اي عالم ان انا بيتي يسمعوا الكلام ده بيبقى صعب عليك. انا كابتن فاروق بقدره وبحترمه، وهو عارف ان هو بالنسبه لي حاجه كثيره من زمان، مش من نايم انا في مصر. طيب هو معاك كابتن فاروق، لان كابتن فاروق امبارح اتكلم يا شديد مش على ماتش النهارده، هو اتكلم على ماتش غانا، كان ليه راي في ماتش غانا يا شديد. الحمد لله انا الجهاز الفني نفسي مش سامع، الواحد بيقدر على قد ما يقدر ان هو يدي الجمهور النادي الاهلي، فانا بشكر ربنا وما خدتش مره ثانيه لو انا هقول اي حاجه. لا تستحقوا كاس افريقيا يا شديد، وعايز بس اعرف انطباع يهم الناس تعرفه، لعيب الاهلي النادي الاهلي لما يقعد احتياطي انطباعك ايه وانتوا قاعدين احتياطيين، واي واحد ممكن يلعب او ما يلعبش، يعني انقل لنا اللعيب النادي الاهلي لما حتى يبقى قاعد احتياطي بيبقى انطباعه عامل ازاي وتركيزه عامل ازاي. لا ما فيش يا كابتن، احنا النادي الاهلي اللي بيقعد احتياطي ده اللي بيلعب. صحيح. النهارده خدنا البطوله ما نعرفش مين اللي لعب. صحيح. تعرف مين اللي لعب النهارده، اللعيبه كلها فرحانه، اللعيبه كلها مبسوطه. انت لما بتقعد لعيب كبير ولعيب كويس، لما بتلعب على لعيب كبير ولعيب كويس، يعني انت بتقعد وبتلعب، لكن هي الامور كلها واحد، عشان كده خدنا البطوله، النهارده ربنا كارم وربنا واقف جنبك، ربنا بيساعدك ان انت تاخد البطوله. فده كله بيجي عن مجهود تيم كامل تعب على الفتره اللي فاتت علينا زي ما انا قلت لك يا كابتن زكريا، لكن طبعا انا بشكر ربنا وبشكر اللعيبه. تستحقوا يا شديد، تستحقوا كاس افريقيا. لا الف مبروك، وتستحقوا كاس افريقيا انت واللي لعب واللي ما لعبش واللي قاعد في المدرج، وحتى اللي مشوا من النادي الاهلي. احمد شديد قناوي نجم النادي الاهلي يستحق كل التحيه هو وزملائه والجهاز الفني. نروح للجولين يا دكتور طه، عايزين نتكلم على الجول الاول بدا ازاي.